السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منار اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي، الوحدة الثانية، المواطنة والسلوك المدني. إذا اليوم عندنا منار، عفوا الإملاء، همزة بنو في الصفحة 54. ننتقل إلى الصفحة 54 من كتاب المنار. إذا ألاحظ وأكتشف، أقرأ الجمل الآتية وأكمل ملء الجدول بحسب المطلوب بعد نقله إلى دفتر. إذا لدينا الجملة الأولى: ترك ابن بطوطة طنجة في اتجاه الشرق. إذا إثبات همزة ابن، إذا ليس قبلها اسم علم، إذا لا يوجد قبلها اسم علم، وهذا جعلنا نكتب همزة ابن. ابن طفيل من أشهر العلماء الأندلسيين. إذا إثبات همزة ابن، لماذا؟ لأنها في أول الكلام. يوسف بن تاشفين، حذف، إذن حذف همزة بن، إذن حذف همزة بن لماذا؟ لأنها توجد بين علمين، توجد بين اسمين علمين. يا ابن وطني ساهم في خدمة الوطن. إذن حذف همزة ابن لماذا؟ إذن جاءت بعد نداء، جاءت بعد نداء. إذن هنا ابن هذا الوطن العزيز أنت، إذن حذفت همزة ابن لماذا؟ لأنها جاءت بعد همزة استفهام، جاءت بعد همزة استفهام. إذن هنايا كندرسوا الحالات التي تكتب فيها، تثبت فيها همزة ابن والتي تحذف. إذن ننتقل إلى السؤال الثاني: ألاحظ همزة كلمة ابن في المثالين الأوليين، ثم أبين الكلمة التي قبلها في الجملة ألف وموقعها في الجملة باء. إذن هنا المثال الأول، إذن قلنا على أنها ليس قبلها اسم علم، وفي الحالة الثانية توجد في أول الكلام. إذن هذا هو السبب الذي كتبت بهمزة ابن، بالهمزة ولم تحذف. أذكر سبب إثبات همزة ابن في المثالين ألف وباء. إذن السبب هو كما قلنا، كما كتبنا في الجدول، إذن حيث ليس قبلها اسم علم وتوجد في أول الكلام. رابعا: ألاحظ بقية الأمثلة وأقارن بينها وبين المثالين الأولين. إذن في المثالين الأولين يختلف عن الأمثلة الثلاث الأخرى. إذن عندنا هنا توجد بين اسمين علمين وبالتالي حذفت، هنا توجد بعد حرف نداء فحذفت، وهنا توجد بعد همزة استفهام فحذفت. إذن أذكر الكلمة التي توجد قبل بنو في بقية الأمثلة جيم ودال وهاء وأحدد نوعها. إذن الكلمة التي توجد هنا هي اسم علم، وهنا همزة حرف نداء، وهنا همزة استفهام. دابا السؤال السادس: أبين سبب حذف همزة ابن في الأمثلة الثلاث جيم ودال وهاء، لأنها سبقت باسم العالم. وهنايا غير هنايا دابا يعني حنا ما خصناش نركزو على ما يسبق همزة ابن، بحال هاد الحالة خصنا نشوفو حتى التي بعدها. هنا دابا في هذا الكتاب كنشوفو بأن كيركزو غير ما قبل همزة، ما قبل ابن، ماذا يوجد قبل ابن، خصنا نشوفو ما بعدها وما قبلها. إذا كان همزة حرف نداء مزيان، إذا كان حرف استفهام مزيان، ولكن إذا كان الأمر كيتعلق باسم عالم خصنا نشوفو بعدها هل هو يوجد اسم عالم. نقدر نجيب واحد الجملة ما فيهاش هنا اسم عالم، مثلا نقولو يوسف بن مدينة مراكش، بن مراكش. إذا هنا مراكش ليس اسم عالم، ليس نسب، وبالتالي نكتب همزة بن نكتبها بالألف. إذا ننتقل إلى استنتاج. إذا همزة ابن تثبت إذا وقعت في أول الجملة أو في أول السطر أو لم يسبقها اسم علم، تحذف إذا وقعت بين اسمين علمين أو بعد نداء أو بعد استفهام. إذا هذه الخلاصة ديال هذا الدرس هذا. غير هنايا أو لم يسبقها اسم علم، لم يسبقها اسم علم،
يعني ما خصش يكون قبل منها اسم علم حتى إذا كان بعد منها لا يهم. إذن هنا خصنا ننتبهوا بأن لم يسبقها اسم علم يعني يقدر يكون بعد منها، ولكن هناك حالة أخرى يقدر يسبقها ولكن سيسبقها بفاصل. مثلا هنا نشوف واحد الحالة، مثلا محمد هو ابن علي. إذن هنايا واخا ابن سبقها هنا غتكون بالألف، هنايا حيت سبقها اسم علم ولكن ما جيش مباشرة لا يسبق لأن فصلهما هذه. إذن في هذه الحالة تكتب بالألف لأنها لا توجد بين اسمين علم. إذن ننتقل إلى أطبق أعلل سبب كتابة ابني أو ابني في ما يأتي. ابن زهر مفكر وطبيب أندلسي، لأنها في أول الجملة. إذن السبب هو توجد في أول الجملة. يا ابن أخي شارك في الحياة العامة، إذن هنا توجد بعد حرف نداء، توجد بعد نداء. أكتب ابن أو ابن في الفراغ وأعلل جوابي، علال ابن عبد الله. إذن هنا توجد بين اسمين عالمين، هذا اسم عالم وهذا اسم عالم، إذن سنكتب ابن بدون أنها توجد بين اسمين عالمين. بالنسبة علال بن عبد الله ابن من أبناء، إذن هنا غنكتبها بالألف، ابن من أبناء الوطن البررة. إذن هنايا لأنها يعني لا توجد بين اسمين عالمين، ولا توجد بعد نداء، ولا توجد بعد استفهام، إذن ما تحققش فيها الشروط ديال الحذف. إذن هنا لم تتحقق فيها شروط الحذف ثلاث اللي شفناها قبل لحظات. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس حول همزة ابني من كتاب المنار في اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي.